بسم الله الرحمن الرحيم. حل الوثائق في كتاب ميرسي. ثالثه ثانوي يا جماعه ما ينفعش ان احنا ايه مثلا نكروت الوثائق ولا اجابات سريعه، لازم نفهم كل جمله في الوثيقه كويس ونستفيد لو في تعبير جديد، كلمه جديده نحفظها كويس. كوفيد فو بيندون ويك اند، يعني ماذا تفعل او تفعله اثناء الويك اند؟ ساره بتقول جو باس الويك اند اونتر لا باتينوار اي لانترينمون، انا اقضي الويك اند بين ساحه التزحلق والتدريب. التدريب ايه بقى؟ تدريب الباسكت. سي جينيال، ده رائع. باليرمو نادرا، الكلمه دي معناها ايه؟ نادرا. جو في على بيسين بور ناجي افيك مي كوزين، ليا ايمالي، يعني نادرا لما بروح البيسين لكي اسبح مع بنات عمي. ليا ومالي. جو نيم با مونتي اشيفال، ما بعرف، ما بحبش اركب حصان. اونيتي في الصيف جو باس توت لا جورني على مير، بقضي طول النهار في البحر. لا جو في دو ناتاسيون، بمارس السباحه. افيك ما سور جولي، مع اختي جولي اي مي بارون ووالدي. اوني في في الشتاء جو سكي على مونتاني، بمارس التزحلق على في الجبل يعني. افيك ان جروب دامي، مع جروب من اصحابي. سي سوبر، انه رائع. ليو بيقول شاك ويك اند جو في على كامباني افيك ما فامي، كل ويك اند بروح الريف مع عيلتي. مي بارون اي مي دو سور، والدي واخواتي البنات. لا هناك نو ريندون فيزيت انو جران بارون، يعني بنزور اجدادنا. لو متى صباحا جو في دو فيلو افيك مي سور، بمارس ركوب العجل. اجي مونت اشوفال، وبركب حصان افيك مون كوزان دانيال، مع ابن عمي دانيال. جو باس لا سواري اجوي ادي جو فيديو، يعني اقضي السهره في لعب العاب الفيديو البلاي ستيشن يعني. شيمون اونكل برنارد، عند عمي برنارد. اول سؤال بيقول ساره في تري بيان، ساره تمارس جيدا ايه؟ التزحلق ولا الفروسيه ولا السباحه ولا التزحلق على الجليد؟ نشوف، نرجع لساره اللي هي اول واحده بتقول بتروح الباتينوار، ما بين الويك اند ما بين الباتينوار وتدريب الباسكت، ده رائع بالنسبة لها. يبقى هنا هتبقى باتانا جلاس، التزحلق اللي هي الأولانية، لأن ده اللي بيكون فين؟ في الباتينوار. طيب السؤال التاني، أونيفير في الشتاء تيا إم ألي، تيا بتحب تروح فين؟ تيا بتقول في الشتاء بتروح الجبل، طبعا في جبل هنا. أيوة الأخيرة، تمام. تلاتة، لا فامي دو ليو، عائلة ليو سي كومبوز تتكون من كم شخص؟ ليو بيقول والدي واختي البنات، اثنين اخوات البنات يعني، بس ما يجيبش سيره اي حد تاني. هنا بقى هو اسرته، فاهم يعني اسرته؟ هو دي واحد، واختين يبقى اثنين، وابوهم يبقى ايه؟ تروا بيرسون الاولى. عمه مش من ضمن الاسره. اربعه، ليو ام بوكو، ليو بيحب كتير، ليو هو اخر واحد. بيحب ايه؟ نشوف كده، بيقول بيروح الريف والدي كذا، هناك زيارات، وبمارس ركوب العجل. يا ترى في عجل هنا؟ لا مفيش عجل. طب نكمل. وبركب حصان، بيركب حصان. في فروسية هنا؟ مفيش. يبقى نكمل، اقضي السهرة في لعب العاب الفيديو. يبقى هنا تكون الإجابة رقم سي، العاب الفيديو. خمسة، سارة ناج بتسبح افيك، سارة بتسبح مع مين؟ مع جالت اللي هي في السطر الثاني، امارس السباحه مع اختي جولي ووالدي. يبقى هنا مع الاخيره سي بارون، والديها. حلو جدا. طيب لا لا ثواني، ساره مش تيا، تيا انا شفت تيا مش ساره. السؤال هنا على مين؟ على ساره. يبقى اول واحد نشوف ساره كده، قالت انا بروح اسبح. هنا طبعا الصوره مش واضحه قدامي قوي، ولكن ساره اللي هي اول واحده، اول واحده قالت مع كوزين، بنات عمها. فين كوزين هنا؟ هتبقى الاجابه هي الاولى. برافو برافو، الحل صح. سته، سته ريبورتاج، الريبورتاج ده او التقرير الصحفي ده عن ايه؟ عن جورني سكولير جود سبورتيف، نمرة بيه طبعا ميول رياضية. كده الوثيقة الأولى انتهت.
يا ريت تقولي درجتك كده في كل وثيقه في الواتس، تقولي انا جبت كذا في الوثيقه الاولى. الوثيقه الثانيه سولي بيير سافا، لازم لما يجي وثيقه زي دي اعرف مين اللي بيتكلم. اللي بيتكلم تحت خالص اسمه نبيل، بيقول جي سوي كونتون دو شاتي افيك ان فرانسي دي موناج، انا مبسوط جدا ان انا بعمل شات مع فرنسي من نفس عمري. مو سي نبيل، انا اسمي نبيل 18 18 سنه، جو بيرفكسيون اتقن لو فرنسي الفرنسيه دي بوي يعني منذ 8 سنين. جي سوي دي فامي ايبر سبورتيف، ايبر يعني جدا، انا من عائله رياضيه جدا. مون بير علي في دو تنس الي لانترينور دو تنس او كلوب دو ماتريكس. مامير مونا جو او هاند بول، طبعا مش محتاجين ترجمه الكلام ده. مامير مونا جو او هاند بول، بيندو يعني اثناء، سون الوزير وقت الفراغ. ما بيتيت سور ساره، اختي الصغيره ساره، اتين ناجوز بروفيسيونيل يعني سباحه محترفه. ال رامبورت بوكو دو ميداي او ناتاسيون، فازت بميداليات كتير في السباحه. جو بريفير لو سيكليزم، بحب السيكليزم ركوب العجل. شاك ويك اند، كل ويك اند جو بارتيسيب، بشارك ان كورس ا فيلو في سباق العجل افيك لي فوازان دو كارتيي، مع جيراني في الحي السكني. بور براتيكي سي سبور، عشان امارس الرياضه دي المي فو ان فيلو، يلزمني عجله. جو دوا متر ان كاسك، ولازم البس خوذه اون فير من الحديد بور بروتيجي، لكي احمي لاتيت راسي. جو سوي توجور لو بريمي دون لا كورس، انا دايما الاول في السباق. جو سوي فان، انا فخور دو سيكليست بورتوغيز او معجب بالسائق العجل البرتغالي رونالدو دييغو، لو شامبيون دي موند دو فوا، بطل العالم مرتين. بيير بيكون ايه؟ بيير ده فرنسي طبعا، اللي هي نمروسي. اتنين لوبيردو نبيل فيبيان، والد نبيل، والد نبيل هنلاقيها في السطر الكام؟ التالت، بيمارس التنس، يبقى الاخيره. تلاتة افوند براتيكي سون سبور نبيل بورت، بيلبس خوذة من الحديد الاولى. اربعة نبيل براتيك سون سبور بريفيري، بيمارسها فين؟ بيمارسها مع مين؟ هو بيقول هنا شاكون جو براتيكي اين كورس افيلو افيك لي فوازان، مع الجيران، يبقى هنا هتبقى الاخيرة. خمسة سارة رامبورت دي ميداي، يعني سارة فازت بميداليات، سارة فازت بميداليات فوق في السباحة، يبقى نمرسي. وستة نبيل إبيير أونت، نبيل وبيير عندهم لمام آج، نفس العمر، قاله في أول سطر، نفس العمر اللي هي نمرابي. تمام، نروح الوثيقة التالتة اللي بيتكلم فيها اسمه روبير، بيقولوا مو جو سوي ايبر ديناميك، انا نشيط جدا. جو في بوكو دو سبور، مون سبور فافوري، رياضتي المفضله سي لو تنس. جو براتيك سي سبور سي لو كور دو تنس، بمارس الرياضه دي في ملعب التنس او كلوب دو نيس، في نادي نيس. جو مانترين تروا فوا بار سومين، بضرب ثلاث مرات في الاسبوع، سوميدي لوندي اي ميركريدي. جو باس دو زور ا شاك سيسيون، يعني بقضي ساعتين في كل مره. بور لي زانتريست ان استريمو، الالات نيسيسير الضروريه، المعدات يعني. الميفو يلزمني ان راكيت ان بول، مضرب كره صغيره. دو تون اون تون، من وقت لاخر جو في يوغا دان نوتري جاردان، سورتو كان جي ان كنترول او دي كنترول، يعني بمارس اليوغا في حديقتنا خاصه لما يكون عندي امتحانات. سي سبور مي دون دو لا ريلاكسيون، يعني بتديني الهدوء. دان نوتري بيسين، في البيسين بتاعنا جيمناجي طولي متى بور 15 مينيت افون دالي على الكل. سي سبور ماكورد ان بون فورم، الرياضه دي بتخليني السباحه يعني بتخليني ايه في الفورمه، يعني في كامل اللياقه البدنيه. جونيم با لي سبور فيولون، ما بحبش الرياضات العنيفه. جودو كاراتيه بوكس، سيمون جران فرير بنوا كولي براتيك، اخويا بنوا هو اللي بيمارسها. اللي هو شامبيون دو نيس، هو بطل نيس تروا فوا اون جودو، ثلاث مرات في الجودو. اوروفوا روبير. واحد روبير بريفير، روبير بيفضل، بيفضل ايه؟ اول حاجه فوق قال التنس، يبقى رياضه كلاسيك، كلاسيك يعني عاديه مش عنيفه يعني. اتنين بورلو تنس، بالنسبه للتنس طبعا كل الاختيارات بتاعه السؤال الاول دي كلها في الدرس الثالث مش الاول، المفروض ما كانتش اجابه هنا. اكستريم يعني خطيره، كلاسيك عاديه، كومبات يعني قتال او صراع، وفيولو يعني عنيفه.
2 بورلو تينيس روبير سانترين بيتدرب مرتين في الاسبوع 3 ساعات في اليوم 3 ساعات في الاسبوع مرتين في اليوم. نشوف هو جاي بتدرب هذه الرياضه تروا فوا برشا من 3 مرات في الاسبوع. مفيش هنا 3 مرات في الاسبوع، خلي بالك من الكلام. طيب يبقى نسيب دي بقى، كل مره جال ساعتين، يبقى عايزين ساعتين في اليوم بقى، يبقى هي الاخيره. 3 روبير براتيك اليوجا، روبير بيمارس اليوجا دي في الشروين عنده في البيت لان مرابيه. 4 بور افوار ان بون فورم، عشان يبقى عنده فورمه كويسه روبير براتيك، روبير بيمارس الفورمه الكويسه هي يمارس السباحه. فين السباحه هنا بقى؟ الاخيره سبور نوتيك، رياضه مائيه. 5 بنوا، ايه بنوا؟ بيكون بنوا بيكون ايه بقى؟ جودو كاراتيه بوكس. سيمون جران فرير بنوا كولي براتيك الذي يمارسهم هو جودو. هنا الجودو، فين الجودو هنا؟ تبقى هنا الاجابه اللي هي نمره بي، جيدوكا يعني بطل جودو او لاعب جودو. 6 بور سيرو لاكسي، عشان طبعا يبقى هادي بيمارس اليوجا. الوثيقه الرابعه والاخيره، سالي فريد الويك اند بروشان جو في بارتير، اللي بيتكلم هنا ليو. ازيك يا فريد؟ انا هروح ارحل للريف عند عمي، هاخد قطار الساعه كذا عشان اوصل هناك حوالي الساعه كذا في الريف. جو بو اقدر اروح امارس انشطه كتير مع اولاد عمي جوليان ايماري. جو باس لا ماتيني، اقضي الصباح في السباحه دانلولاك في البحيره ابري. بعد كده جو مي برومين، اتنزه بالعجله دان ليشان في الحقول. بعد الظهر جيمونت اشوفال، بركب حصان في الغابه، ده رائع. وبعد كده ولاد عمي، بنقضي السهره مع بعضينا في على النت في الواقع، بقضي يومين رائعين معاهم. يوم الاثنين الصبح باخد الاوتوكار الاتوبيس يعني عشان رونتري، ارجع عندي اونفيل في المدينه. اتوا كيل بروجي تي في بين دان ويكند، انت مشروعاتك ايه؟ 1 ليو اكري ليو بيكتب الخطاب ده وفوق جال يوم مقفول خالص على اليمين في العنوان، جال 20 يوليو عز الصيف، يبقى الاجابه هتبقى بي الصيف اونيتي. 2 ليو باباسي، ليو هيقضي نقط في الريف، هيقضي يومين يبقى دو جور مراسي. 3 ليو قريب على كمباني، هيروح ريف الساعه كام؟ هو ياخد قطر الساعه 7 عشان يوصل 8:30 الصبح، يبقى هناخد الأخيرة لأنه يوصل الريف الساعة 8:30. 4 ليو في دولا إكويتاسيون، بيمارس الفروسية. فين الفروسية؟ نقرا كده، حصان في الغابة، يبقى في الغابة اللي هي رقم الأخيرة. و5 ليو فارونتري شيلوي، هيرجع عنده بالأوتوكار اللي رقم بي. وبالليل ليو فاجوي هيلعب، بالليل بيلعب إيه؟ عمت صح كده اللي هي رقم سي. دي وثيقه الازهر بقى، حلوها وبعتها لي واتس. حلوها للاستفاده يعني، هو مفيش صح وغلط في الازهر بس حلوها للاستفاده. نروح لسيتياسيون المواقف. 1 بتتكلم عن دور المدرب، هتقول ايه؟ المدرب هتبقى نمره بي المي لو بلان دي جو، يضع خطه اللعب. 2 تعطي رايك في رياضه انديفيديوال فرديه، هتقول ايه؟ رياضه فرديه هتبقى السباحة نمرة سي. بعد كده 3 طبعا السياحة رياضة حماسية يعني. 3 بتسأل صاحبك أين يذهب لكي يمارس الرياضة، هو هيقول أكيد هتبقى نمرة بي النادي. 4 صاحبك بيوصل دايما متأخر، هتقول له أنت هتقول إيه؟ هتقول نمرة سي إنه بطل التأخير. 5 بتوضح دي في تعريف الغطس، تعريف الغطس هيبقى الأخيرة رياضة مائية. 6 تستعلم عن ديبيت، ديبيت يعني بداية الماتش، بداية الماتش هتبقى الأخيرة متى يبدأ الماتش. 1 بتوصف الزي بتاع لعيب كورة، لعيب كورة يبقى أكيد نمرة بي لابس زي رياضي. 2 صاحبك سألك ديكوا بأي شيء نحتاج لكي تمارس التنس، أكيد محتاجين لكرة مضربين وكرة صغيرة الأخيرة. 3 أي رياضة بتمارسها، اي رياضه؟ فين الرياضه هنا؟ جيمناستيك نمره سي.
أربعة تعريف الجوجينج اللي هو المشي أو الجري، يبقى نمرة بي سباق على الأقدام. خمسة لازم بيكون إيه؟ ركوب العجل، يبقى الأولى سباق عجل. ستة عمل الحكم، الحكمة تبقى الأخيرة يدير المباراة. واحد إيه المعدة اللي بنستخدمها لكي نمارس التنس الريشة؟ معدة هنا فولانت رقم بي اللي هي كرة الريشة. اثنين صاحبك سألك عن رأيك في الماتش، فهو يسألك يقول إيه؟ يبقى نمرة سي كيف تجد المباراة. ثلاثة تسأل صاحبك عن رياضته المفضلة، هيقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثلاثة الرياضة المفضلة، هو هيقول إيه؟ الرياضة هنا مفيش غير رياضة واحدة اللي هي الأخيرة. أربعة المكان المثالي لركوب العجل القطير، هتبقى الجبل في المنحدرات رقم بي. خمسة الساعة 8 وانت عندك ميعاد 7:30، يبقى الأخيرة اون افانس الساعة 8 دلوقتي وانت عندك ميعاد الساعة 7:30، يبقى انت اتأخرت بقى تبقى رقم سي. ستة أين تتدرب؟ في الجيم الأولى. واحد بتنصح صح أختك إنها تمارس السكي، يبقى الأولى تروح الجبل. اثنين عمل المدرب، عمل المدرب يبقى رقم سي يدرب اللاعبين. ثلاثة أي رياضة بتمارسها بالكرة الحديدية بتانك الأولى طبعا. أربعة بتشرح خط السير عشان تروح الباتينوار. الأخيرة امشي على طول. خمسة صاحبك بيستعلم عن معدات التزحلق، تبقى الأخيرة غذاء التزحلق. ستة تتكلم عن الرياضة المفضلة، تبقى رقم بي رمي السهام. واحد تسأل عن الرياضة المفضلة الأولى. اثنين تتكلم عن ميول رياضية، ميول رياضية تبقى رقم الأخيرة، أحب الرياضة اللي هي الجماعية. ثلاثة تستعلم عن ساعة التدريب، ساعة التدريب تبقى رقم سي. أربعة ماذا يفعل في الاستاد، تسأل صاحبك ماذا يفعل في الاستاد، أكيد الأولى بيشجع الفريق المفضل. خمسة تسأل صاحبك عن نهاية الماتش، يعني النتيجة يعني، لا نهاية الماتش، نهاية الماتش بقى الأخيرة بقى ينتهي الساعة كذا. ستة الفريق صاحبك كسب الماتش، فأنت هتقول له إيه؟ هتقول له رقم سي فيليسيتاسيون يعني تهانئي. واحد تتكلم عن معدات السباحة، معدات السباحة يبقى رقم سي المايو. اثنين تستعلم عن مكان التدريب، مكان التدريب يبقى الأولى. ثلاثة رأيك في التدريب، رأيك في المدرب يبقى الأخيرة كيف تجد المدرب. أربعة تستعلم عن عدد اللاعبين في فريق الكورة، يبقى الأخيرة. خمسة تسأل صاحبك ماذا يرتدي في الجيم، يرتدي في الجيم أكيد هتبقى ترينج رقم سي. ستة بتسأل صاحبك عن الرياضة اللي بيمارسها، تسأل صاحبك عن الرياضة بيمارسها. الرياضة هنا هتبقى الأولى السباحة. واحد تتكلم عن أنشطة رياضية مفضلة، هتبقى رقم سي. اثنين دور الحكم، الحكم هتبقى سؤال هنا يبقى الأولى ماذا يفعل الحكم. ثلاثة بتعشق الموسيقى، هتقول إيه؟ بتعشقها يبقى رقم بي هوايتي. أربعة تستعلم عن الفريق المفضل لصديقك، هتقول له إيه؟ هتبقى الأخيرة أي فريق تشجع. خمسة صاحبك سألك ماذا تفعل في البلاج، هتقول له الأولى أسبح. ستة تسأل صاحبك أو صاحبك سألك أنت في حاجة لإيه عشان التسلق، أكيد حبل، دور الحبل يبقى الأولى. تمام، دي المواقف بتاع الدرس. إن شاء الله قواعد الدرس واجب الحصة الجاية بإذن الله. أي موقف مش فاهمه أو سؤال في الوثيقة ابعت لي على الواتس وأنا فاهمه لك. السلام عليكم.